السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف أشرح لكم كيفية تنظيف البلاي ستيشن 3 من الغبار بدون فتحه. هذه الطريقة تعمل على جهاز الفاط هذا وجهاز سليم. تابعوا معي الشرح. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أول حاجة نقوم بإغلاق الجهاز من الوراء في الفاط هكذا من هذا الزر، ينطفئ الضوء هنا. وفي السليم لا يوجد هذا الزر، نقوم بنزع كابل الكهرباء في السليم حتى نقوم بالضغط على هذا الزرين هكذا، ونعيد إدخال الكابل في السليم. أما في الفاط فقط نقوم بإعادة فتح الزر، وسوف تعمل الطريقة إن شاء الله. الآن سوف أطبق الطريقة. أقوم بإطفاء الجهاز، أضع إصبعي في هنا وهنا في السليم، هنا زرين تقوم بالضغط عليهم باستمرار. أما في حالة الفاط فقط ضع إصبعيك هنا ثم تقوم ب إشعال الجهاز، تشغل الجهاز، تنتظر. الآن بدأ الغبار يخرج من هنا، سينطفئ لوحده. الآن بعد الانطفاء لن يعد لم يشتغل حتى أقوم بفصل الكهرباء وإعادتها مرة أخرى هكذا. الآن أضغط، شوفوا يشتغل. هذا هو شرحنا لليوم. لا تنسوا الضغط على الاشتراك والجرس وطرح تعليقاتكم فيما تودون أن أقوم بشرحه في الفيديوهات.